بس خلينا نروح لفاصل ونروح نشوف مع بعض كده ومع كل جماهير النادي الاهلي اللي بتتابعنا تقرير من جمهور النادي الاهلي لما حبوا يوجهوا رساله لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قبل الماتش المهم مع ماتش الفاينل طبعا بتاع افريقيا قالوا ايه. نشوف التقرير وفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. اقول لهم ان شاء الله الدوري اهلاوي انتوا قدها رجاله وان شاء الله انتوا قدها تسعه يا اهلي وكل الدعم المؤمن زكريا ربنا يشفيه. احنا ان شاء الله معاكم في ظهركم باذن الله. ربنا يوفقهم واحنا واثقين فيهم وان شاء الله يشرفونا في كاس افريقيا ان شاء الله. وربنا يحفظهم من الاصابات، ادي اهم حاجه اللي احنا محتاجين جهد كل لاعب، تركيزه النفسي والبدني والمعنوي. شد حيلكم وعايزين نتيجه كويسه ترضي جماهير النادي الاهلي وعشاقه في جميع انحاء العالم مش الوطن العربي بس. يعني ان شاء الله باذن الله ياخدوا بالهم من الاجراءات الاحترازيه اهم حاجه. واثقين فيكم جدا وان انتوا قد الثقه ان شاء الله وهتثبتوا ده في الملعب وزي ما اخذنا الدوري اكيد ان شاء الله هناخد النهائي ان شاء الله. ركزوا انتوا رجاله وربنا معاكم خلوا كل التشتيت والكلام ده على جنب وخلوا البطوله قدامكم. واثقين فيهم ان شاء الله وهيجيبوا لنا الفوز زي ما بسطونا في الدوري باذن الله واحنا منتظرين ان شاء الله هياخدوا البطوله بجداره. انا عايزهم زي ما هم جامدين وعايزهم ان شاء الله ناخد زي ما احنا خدنا الدوري ده ناخد افريقيا. هقول لهم خليكم رجاله زي ما انتم على طول وربنا معاكم. انتوا رجاله واحنا واثقين فيكم جدا ان شاء الله زي ما خدنا الدوري هناخد بطوله افريقيا. ربنا يكرم ويوفقهم ان شاء الله رب العالمين يبقى دي التاسعه وياخدوا البطوله. هقول ان احنا نادي قوي واحنا نادي القرن واحنا قدها ومبروك علينا الدوري وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا. افريقيا يا اهلي.